للحديث أكثر عن احتفالية شهداء النصر بصرنا نرحب بالاستوديو بالسيدة هبة قاسم منظمة الحفل وأيضا الإعلامية. حضرتك أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتكم وبشكر كثير الاستضافة عبر شاشة الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. خلينا نحكي بالبداية عن الاحتفالية بشكل عام، عن تنظيمها، عن طبعا هي كانت احتفالية تحت عنوان شهداء النصر يلي طبعا نترحم على جميع شهداء سوريا. خلينا نحكي شوي اليوم عن الاحتفالية بشكل عام. بداية ألف رحمة ونور لأرواح الشهداء الطاهرين. طبعا بدأ التحضير للحفل من 4 شهور ونص، يعني من بداية شهر واحد تحديدا بدأت بالعواحد. حصلنا على الموافقات من الإدارة السياسية ومن الجهات المعنية، وبهالفرصة هاي بدي أشكر الإدارة السياسية على تعاونها ودعمها من أجل تنظيم هذا الحفل. واجهتنا عدة صعوبات قدرنا نتجاوزها الحمد لله. 90% من المشاركات بدعم الحفل ماديا كانت من جهات القطاع الخاص. طبعا أحد رجال الأعمال مشكورا يرفض التصريح عن اسمه قدم مبلغ كبير جدا لدعم الحفل، وأيضا جهات خاصة أخرى كل من بحسب استطاعته مثل ما بيقولوا. فهذا إذا كان دليل على أنه فعلا هناك تلاحم بين الجيش والشعب، وليس كما تروج وسائل الإعلام المعادية. أنا ما بقول المغرضة، بقول المعادية. أكيد. تمام. إنه هنالك فجوة بين الجيش وبين الشعب وبين الدولة وإلى آخره. لا، هذا أكبر دليل إنه 90% من الرعايات، سواء رعايات خاصة رعايات الشرف، كانت كلياتها من جهات أهلية ومن مختلف أطياف المجتمع السوري. ما في بدون انه والله من طيف معين على حساب طيف معين، ابدا. كان كله لحمه واحده. طبعا كمان بتوجه بالشكر للمؤسسه العربيه للاعلان اللي ساهمت بدعم الحفل اعلانيا، وبشكر السيد وزير الاعلام، بشكر المصرف التجاري السوري اللي قدم كمان دعم مادي للحفل. طبعا هنالك البعض بآخر لحظة خذلنا، للأسف استفاد من الحملة الإعلانية واستفاد أنه شعار تم وضعه على الدروع اللي كرمنا فيها الجهات اللي شاركت معنا، ولكن للأسف خذلونا. طبعا ما رح أحكي الاسم، بتحفظ على ذكر الاسم، بس بيعرفوا نفسهم. وبهالفرصة هاي بدي أقول أنه من صعد السفينة من أجل إغراقها وخرقها ما رح نسمح له يخرقها ويغرقها، لأنه سفينتنا قائدها بشار حافظ الأسد السيد الرئيس. أكيد طبعا مثل ما قلتي وتفضلتي، طبعا مشواركم مكمل وسفينتكم هي مكملة بغض النظر عن بعض العوائق والصعوبات اللي بتمر. أكيد نبارك لكم طبعا. شكرا كثير لكم على المباركة بنجاح الحفل، وإن شاء الله. طبعا اسمحوا لي هون إنه بدي إضاءة بسيطة. إحنا باسم حفل شهداء النصر، باسم أسر الشهداء، باسم كل الجهات اللي وقفت معنا بصدق، وليس إنه تبروز بس مشان تتبروز، أهدينا درع شهداء النصر إلى مقام السيد رئيس الجمهورية القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار حافظ الأسد، عرفانا منه بجهوده وجهود أيضا السيدة أسماء الأسد في احتضان ودعم أسر شهداء الجيش وجرحى الجيش وأيضا المخطوفين العسكريين. كل الشكر والوفاء وعهد بالولاء الدائم للسيد الرئيس دكتور بشار حافظ الأسد. نعم. ست هبة، يمكن تعب كتير كبير ومجهود كتير كبير تكلل بحفل احتضن فرق سورية، احتضن فرق أعمالها هي بأرض سوريا. يمكن حاولتوا تقدموا شيء لأسر الشهداء، تزرعوا شوي الفرحة بقلوبهم من خلال تكريمهم، من خلال يمكن حضورهم أو عربون محبة نحن وجهنا لهم يا بطريقة ما. خلينا
خلينا نحكي عن هالخطوة، قديش يمكن بتحملك لإلك ولكل حدا يمكن كان واقف معك بنفس الطريق، بتحملنا مسؤولية تجاه هالعائلات يلي هن قدموا أغلى ما يملكون. هلا خليني أقول إنه إحنا ما كرمناهم، وإنما إحنا تكرمنا بحضورهم وتشرفنا بوجودهم. دائماً طبعاً. إحنا الشيء اللي أنا عملته باسم موقع الإخباري سيريا إن اللي هو جزء من شبكة أرام بريس الإخبارية وبالتعاون مع الإدارة السياسية، هذا جزء من حقهم علينا. إحنا ما عم نقدم شيء مجاملة وهو ليس تكريم، هذا جزء من رد الدين. ولو إحنا بيطلع بإيدنا إنه نقدم شيء أكتر يا ريت. يعني حتى الفرق اللي شاركت، إن كان جوقة الفرح مشكور حضورهم، سعادة الأب الياس زحلاوي بشكر حضوره جدا، وكشاف سنابل المحبة وفرقة أدونيا طبعا كان من خلال إحساسهم بالواجب الوطني. يعني وقت اللي طرحت الفكرة أنا بالبداية من 4 شهور ونص على سعادة الأب الياس زحلاوي وقلت له إحنا محتاجين جوقة الفرح، كان جوابه أنسي هبة إحنا معك. وأنا أول مرة أتعامل مع شخص يخطط إلى 4 أو 5 شهور لقدام. فهذا كان أحد أسباب نجاح الحفل. وبشكر حضور أيضا السيد المخرج الشاب يزن نجدة أنزور، ابن المخرج العالمي نجدة إسماعيل أنزور، نائب رئيس مجلس الشعب. طبعا تم إهداء درع شهداء النصر للسيد نجدة أنزور عبر الأخ يزن. فبشكر حضورهم. كنا منأمل أنه الحفل برعاية وزارة الثقافة أن يكون هناك ممثل عن وزارة الثقافة، ولكن للأسف ما بعرف شو كان ظرفهم. على كل الأحوال نشكر وزارة الثقافة على دعمها وعلى رعايتها للحفل. أكيد. ونحن بدورنا كمان سيدة هبة بدنا نشكرك. وأكيد طبعا نحن شو من قدمنا لأسر الشهداء فهو قليل على ما قدموه فداء لتراب سوريا. بنتشكرك، بنتشكر حضورك، وأكيد دائما فعاليات مكللة بالنجاح وبتحمل رسالة لكل العالم من هيدي الأرض. أكيد. شكرا كتير لكم وعلى الاستضافة وعلى التقرير الجميل اللي حضرتكم أعديتوه عن الحفل. وبكلمة أخيرة، إن شاء الله على عيد الجلاء بالعام 2018 إذا كان في العمر بقية إن شاء الله، الله يطول بعمر الجميع، من الآن سأبدأ بالتحضير لاحتفالية النصر على الإرهاب وعلى العدوان اللي استهدف بلدنا الحبيبة سوريا، وسيكون احتفال دولي. طبعا إن شاء الله نتأمل أنه في مشاركات من فرق من الدول الحليفة لسوريا. شكرا كتير لكم، وكلمة لأهالي الشهداء بقول لهم أنتم عرضنا وشرفنا، ولشباب الجيش العربي السوري المقاتلين نقبل أياديكم القابضة الطاهرة القابضة على الزناد في وجه الإرهاب. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك. شكرا يمكن لجهودك وجهود كل شخص عم يستمر بدعم انتصارات ابطال الجيش العربي السوري ويستمر بالحياة على اكمل وجه. شكرا كتير.